متأكد انك هتجمع ال 25000 توكيل؟ عندك ثقة يعني؟ سمعتك باليومين اللي فاتوا كده برضو ما استريحتش، حسيت انك قلقان. ده عماد، ده عمرو اللي قال لي بالظبط. حسيت كده انه قلقت. لا شوفي، انا عمري ما بحب اشتكي، لكن هو حصل موقف النهارده. انا كلمت السيد عمر مروان اللي هو مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري. انا النهارده كنت في نادي الجزيره، فكان في ناس بتعمل توكيلات، يعني كنت بالصدفه يعني، فكان في ناس بتعمل توكيلات باسمي. ففوجئت ان الناس، الاستاذ المسؤول في الشهر العقاري قال لا ده اسمه مش مدرج عندنا، وكذا شهر عقاري اشتكى لي بكذا. انا مش عايز ابقى شكاي زي الاخ حمدين، انا بس يعني كلمته في التليفون الراجل مشكورا. قال هيشوف الموضوع ده. مفيش حاجه اسمها اسمك مدرج او مش مدرج. حضرتك لحسن بركة اتعمل له مش عارف كم، تقريبا 10000 توكيل. الجزء الثاني اللي انا يعني نبهته ليه، ان المواطنين فاهمين انه لازم التوكيل يجيبه لي بايده. ودي مشكله خطيره. يعني لو واحد مثلا واحد في العريش او في سيناء او مطروح او اسوان او اسيوط او انا او سوهاج او منيا او بني سويف الاماكن البعيده او البحيره، هو مش يعني انا قلت له اقتراحي انه المواطن ما يجيبش التوكيل يسلمه للمرشح. هو حضرتك بتسجل عندك على الكمبيوتر، حضرتك بلغ من عندك، بيتبلغ من عندك للجنه العليا. بنيجي في نهايه المده بيقول والله السيد المشير السيسي خد الخمسه كذا كذا كذا، لكن ما ترهقش الناس انك انت الناس فاهمه. فقال لي لا الناس مش لازم يسلم. بس مثلا المشير السيسي عامل 300000 توكيل لحد دلوقتي. حملة حمدين صباحي بتقول لك والله ده انا عامله توكيلات كتيره لغايه امبارح كان 10000. حملة حمدين صباحي انا ما اعرفش. لا انا بقول لك 10000. انت بقى عملت كام مستشار مرتضى؟ ما انا لسه اول يوم النهارده. اول يوم النهارده؟ النهارده اول ما يوم. انت لسه مرشح. ما انت كنت مرشح عشان مؤتمر اول يوم النهارده. طب كام عملت كام النهارده؟ انا ما اعرفش طبعا. بقول لحضرتك اللي بيعرف المفروض الشهر العقاري بيبلغ يوميا اللجنه العليا للانتخابات، وعشان كده بقول للجنه العليا للانتخابات من فضل حضرتك، يعني انتوا بدل ما الناس تيجي ليا او للسيد حمدين او للناس جاء من بعيد، خلاص هو حضرتك عمل التوكيل هناك، حضرتك تحتفظ بيه وهو ياخده، لكن اعمل لي سجل كده وابعت كل يوم للجنه العليا. متوقع انك تقدر خلال ان شاء الله المده باذن الله. ان شاء الله انا قلت من امبارح انه انا مقراتي هي مكاتب المحامين واوضه المحامين ومندوبينك نزلوا يعني وابتدوا في كل المحافظات وابتدوا يجمعوا التوكيلات. طيب. ان شاء الله هنجمعهم باذن الله. مين حملتك يعني؟ كل واحد له حملته. افضل بس ملحوظه ثانيه. طيب. بالنسبه لل انا برضو نشدت السيد عمر مروان. انه الانديه فيها الاف مؤلفه، في الاهلي والجزيره والصيد، في كل الانديه فيها شارع عقاري. فيا ريت يبقى شارع عقاري من الساعه 2 ل 8 في الانديه دي خميس وجمعه. ايوه بدل ما نرهق الناس بالظبط. لا يعني خميس وجمعه يشتغلوا، بدل ما يبداوا من الصبح الناس ما بتروحش الصبح، من 2 ل 8 مساء. هو قال لي انه هيكلم الساده المسؤولين في اللجنه العليا للانتخابات، واتمنى انه ده يمشي ان شاء الله. مين حملتك؟ حملتي كل مواطن شريف ومواطنه شريفه بتحب البلد دي. يعني مش هقول ايوه ده الكلام اللطيف، لكن بصراحه مين حملتك على الارض يعني؟ مين يعني اقول لك مين اللي كلمني لا يعني مين هيبقى متحدث الرسمي باسم حملتك؟ مين اللي هيبقى يعني في حمله بيبقى لها هيئه بنعمل دلوقتي. لكن انا اللي عايز اقول لك مثلا كلمني الاستاذ وحيد حامد، كلمني الفنان محمد صبحي، كلمتني السيده ناديه لطفي اذا كنت عايزه مشاهير يعني. كلمني الاستاذ كامل البطال. كل دول بيأيدوك. كلمني كلمني السيد استاذ كامل البطال كرئيس الاذاعه. دكتور سامي عبد الله يكلموك حاجه ويأيدوك حاجه ثانيه. او يعني اعتقد اللي بيتكلم ده ويقول لك كمل احنا يعني ربنا يوفقك معاك. لكن الحمله الاساسيه انا عاملها من الشباب والشابات اللي وقفوا معايا في نادي الزمالك.